مرحبا، معكم كارمي شماس. اليوم بدي احكي عن 3/8 اكتوبر تشرين الاول. اليوم القمر مرافقنا بعده من برج هوائي برج الدلو، وبعده عم يشكل مثلث فلكي مع الشمس الموجوده برج الميزان. الاجواء بعدها ممتازه اذا للابراج الهوائيه، الميزان، الدلو، وكذلك مواليد برج الدلو، مواليد برج الجوزاء. كيف بده يكون هيدا النهار؟ البدايه طبعا مع برج الحمل. مولود برج الحمل نهارك بعتبره شبيه بامبارح، مع احتمال انه اليوم تكون نوعا ما اكتشفت سر اللعبه، وقادر اليوم انه تخلص حالك من بعض المواقف المحرجه، ورح تكتشف انه اليوم او بتتعلم اليوم كيف بيعملوا لوبينج، يعني كيف انت تسعى إلى تحالفات وإلى مساعدات وإلى دعم من قبل جهات مختلفة. فاليوم هو بمثابة نوع من مدرسة لك. بتبقى المواليد الأكثر حظاً 10-11 و12 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور، اليوم مولود برج الثور، مع رغم من كل التجاذبات يلي معقولة أنت تكون مزعوج منا او متضايق منا، اليوم مولود برج الثور قادر انه يختصر الكثير من الامور بلحظه تركيز. يعني اذا اليوم انت ركزت على المساله اللي مطلوبه منك، اليوم مولود برج الثور قادر انه فعلا بسرعه يعرف شو المطلوب منه، وقادر انه يتقدم. في شغل كتير، في ركض كتير، في اهتمامات كتير، يمكن تكون شغله وحده، ان كان بالشغل، ان كان بالبيت، ان كان الاهل. المطلوب منك تعرف شو هو، تركز، تخلص منه، بعدين تنتقله الى شغله اخرى. بتبقى هنالك مواليد عندها حظ حلو اليوم بسبب تأثيرات زحل وبلوتو، وهي مواليد 4/5/6/11 و12 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء يلي نهاره بعده ممتاز، وبعده الحظ ماشي معه بقوة، وبعده الأمور عندك فعلا عم بتكافئك، وعم بتغير حتى بتتغير حتى مفاهيم اللعبة. اليوم مولود برج الجوزاء من الأشخاص المحظوظين يلي فعلا الناس تطلع فيك بتقول كيف زبطت معه. فاليوم الأمور تزبط معك، قوي قلبك، ما تتراجع، ما تفكر انه الامور ضدك، بالعكس اشتغل. مولود برج الجوزاء تغيرت الظروف، ظروف اللعبه تغيرت وصارت لصالحك، فما تضيع الوقت الثمين. تبقى الاكثر حظا 4/5 و6 حزيران يونيو. كلكم محظوظين بشكل خاص 4/5 و6 حزيران يونيو، وفيني يضيف عليهم حتى 10 و11 حزيران يونيو، لانه التاثيرات الحلوه هي من المشتري. بنتقل لبرج السرطان. اليوم مولود برج السرطان الامور عم تمشي بطريقه لا باس بها، منا مضايقتك، انت منظم حالك، انت في شغل عم تركض عينك على الساعه، ماشي الحال، الظروف منا غريبة عجيبة، انت صار لك فترة عم تشتغل وعم تركض وعم تسعى، واليوم هو من الايام يلي بتصلح فيها بعض الامور، بتحط قدامك على ورقة وقلم بعض التفاصيل وبتقعد تشتغل على هيدي القصص، وبتقدر اليوم فعلا انك تاخد خطوة، ويمكن حتى خطوة ونص اتجاه الهدف اليقين. بتبقى المواليد الاكثر حظا مواليد حزيران يونيو. بنتقل لبرج الأسد. اليوم مولود برج الأسد، حتى ولو القمر موجود ببرج الدلو المعاكس، انت اليوم مولود برج الأسد قادر انك تتخطى المعاكسات، وذلك بلباقتك، بحسك بالمسؤولية، وبالقدرة على تلطيف وتدوير الزوايا. اليوم مولود برج الأسد فعلا بيتحفنا بطاقاته وبقدراته الدبلوماسية الاجتماعية. اليوم انت لافت للأنظار، وصحيح في عندك معاكسة، لكن كثير من مواليد برج الأسد قادرين اليوم أنه يتخطوا المواقف المحرجة، وذلك بنباهتهم، بنضجهم، وبتعاملهم مع الأمور بكبر عقل. إذا بدكم تصغروا عقلكم وتدخلوا بالسين والجين، رح تعملوا مشاكل لحالكم، ومعقولة حتى اليوم تخسروا، يمكن تخسروا صداقة، فانتبهوا. 12/13 و14 آب أغسطس الأكثر حظاً. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء نصيحة، حاول 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 حاولي انه ما تأجلوا للأيام المقبلة. هلأ بكرة لا بأس به، لكن بعدين بهالأسبوع الأمور تتشربك شوي، ضروري تسمعوا الأبراج الأسبوعية. المهم اليوم مولود برج العذراء من الأبراج يلي ضروري انه يكون فعلاً
عارف انه شو في قدامه، مين الشخص اللي عم تحكي معه، شو وضعه هذا الشخص اللي عم تحكي معه، هل يا ترى صديق، هل يا ترى حليف، هل يا ترى خصم او منافس وما معكم خبر. بدكم قيموا الوضع قدامكم. ليه؟ لأنه معكم وقت تضيعوا اليوم. مواليد برج العذراء نهاركم طويل ونهار متطلب، ولازم تكونوا حاضرين لكل الأمور. أنا بعتبر أنه الأجواء عندكم جيدة وحلوة ونافعة وبتغنيكم عن المشاكل، تقدروا تنجحوا بلحظة بكلمة واحدة تنجحوا فيها. تبقى المواليد يلي بعتبرها أكثر من حظا، أكثر حظا من غيرها، مواليد 26 27 7 8 13 و14 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان يعني نجمك حلو كتير، التأثيرات اللي من حولك رائعة، تقريبا كل شيء عم بيدور من حولك عم بيدور بفلكك بطريقة ممتازة، فقط لحتى يزبط لك الأمور على ذوقك وتكون انت راضي. المهم ما يزعل اليوم مولود برج الميزان، أجواء اليوم حلوة، مولود برج الميزان اليوم ملك، انت ملكي اليوم، فيا بتقعدوا بتكتفوا ايديكم ما بتعملوا شيء، يا اما فعلا بتقووا قلبكم بتقولوا اوكي كارمن قالت نوعيه الوقت ممتازه، معناتها هالورقه الصعبه، هالتليفون الصعب، المستحيل اللي ما حدا عم يساعدني فيه لازم ينعمل اليوم. شو ناطرين؟ ناطرين لحتى الحظ يبتعد عنكم؟ اليوم هو نوعيه الحظ ممتازه، فاليوم انتم قادرين انه فعلا تتخطوا العوائق، كنتوا عم بتفتشوا على وقت، نوعيه وقت ممتازه، انا اختصاصي اعطيكم نوعية الوقت، هلا نوعية الوقت ممتازة، فهيدي لحظة حلوة كتير بارح وفي اليوم. بتبقى المواليد يلي فعلا عندها حظوظ ممتازة جدا جدا، كلكم محظوظين بشكل خاص 20 ل 22 اكتوبر، لكن 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 كوكب المريخ صار موجود ببرجكم، كونوا حذرين من السرعة، من المشاكل، من المتاعب، من الضغوط، من التحديات ما توقعوا فيها. مواليد 26 27 و 28 ايلول سبتمبر. بنتقل لبرج العقرب. اليوم مولود برج العقرب صحيح قاعد حاطط ايده على خده ما عارف حاله شو بده يعمل. اليوم مولود برج العقرب بقول لك فنجان قهوه، فنجان ينسون، فنجان شاي، بتروق، روقوا، حبوا حالكم، ما حدا رح يحبكم قد انتو، يعني انتو لازم تحبوا حالكم، بس لما تحبوا حالكم منكم لحالكم بتجذبوا حب، حب يعني معنى انه موده، تقدير، تكريم. المهم حبوا حالكم اليوم مواليد برج العقرب، ويمكن تضطروا انكم تلتفتوا وتهتموا وتحبوا اكثر الناس من حولكم واولادكم لانه بحاجه لهم، يمكن مريضين، يمكن تعبانين، يمكن بالمدرسه عندهم واجبات صعبه بحاجه بتحسوا انه لازم تعطون وقتهم لحتى تهتموا فيهم. مواليد برج العقرب اليوم الجو متعب متعب وبحاجه الى هدوء اعصابكم والى كبر حقلكن. كوكب الزهرة موجود حد برجكن والأكثر حظا هو 23 24 و25 أكتوبر. بنتقل لبرج القوس يلي نهاره أنا بعتبره نهار ناجح بخمس نجوم، علامة 10 على 10، لا يوجد أي سبب فلكي ليكون مزعوج اليوم مولود برج القوس. برجك حلو، شمسك حلوة مشرقة، كله ظابط على بعضه، إن كان القمر إن كان الشمس إن كان فصاحتك إن كان ذكائك إن كان سرعة خاطرك، الأفكار الحلوة اللي بتعطيها تجذب وتلفت الأنظار بشغلك، وبالتالي حتى اللي ما كان قاريك من قبل ما كان شايفك من قبل اليوم واضح انك لفت للانظار. انهار سريع الايقاع بالشغل بالكتابه بالسفر بالتنقلات ما بتهدى اليوم. الاكثر حظا 11 12 و13 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي اليوم انهاره هو بمثابه او عنوان هيدا انهار هو ترتيب ملف ميزانية معينة. هالميزانية يمكن تكون لمسألة، يمكن لأقساط المدرسة، يمكن تكون لأقساط لديش مدفوعات لسوبر ماركت، قديش في عندكم فواتير للكريدت كارد، للبطاقة الائتمان، يعني في نوع من ترتيب لبعض المسائل. واليوم مولود برج الجدي كمان بيقدر ينجح لأنه بنفس الوقت يمكن عنده شغل ويمكن عنده مسؤولية، فهالمسؤولية ما فيك تفرط فيها ابدا. حتى بعض مواليد برج الجدي بيخضعوا لفتره امتحان فجائي لايك دروب كويز.
الأكثر تعباً يلي لازم يكونوا حذرين هني 4 5 10 و11 كانون الثاني يناير. بكمل مع برج الدلو يلي القمر ببرجه يلي نياله ما أحلاه مولود برج الدلو، ما في شيء واقف بدربك على الإطلاق، يعني حط بريمير وانطلق، يعني بمعنى أنه حط درايف وانطلق، يعني مولود برج الدلو اليوم رن الجرس، بدك تصحصح، حان الوقت لحتى تفيق من سباتك. اليوم الهايبرنيشن اللي عندك اياها لازم تفيق منها، انطلاقه حلوه كثير، هنالك نوع من مبادره من الكون لك لتساعدك لتتخطى مرحله ركود وجمود. بطل فيه لا ركود ولا جمود، صار في سرعة أو مطلوب منك السرعة في التحرك، وبتقدر تسرع، بتقدر تتقدم، بتقدر تتخطى الكثير، وبتقدر تنجح، وبتقدر حتى تسبق غيرك بأشواط. فما عندك أي عذر إذا اليوم بدي حدا يقول لي أو يبعث لي نوت أو تعليق إنه ما مشي حاله مولود برج الدلو. بصراحة بقعد بشك، وأنا بقول يمكن تاريخكم غلط، شوفوا لأي درجة. كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد 3 4 و5 شباط فبراير. بكمل مع برج الحوت. ايه هون مولود برج الحوت انهاره بطيء غير نافع، عم بحكي نوعية الوقت، ويمكن يكون نافع لأمور وأمور مش لكل شيء. مولود برج الحوت أمورك نافعة اليوم، أو نوعية الوقت نافع للاهتمام بحالك، للاهتمام الأمور اللي بتعرفها، مش لحتى تكتشف شيء جديد، مش لحتى تغامر، مش لحتى تجازف، مش لحتى تروح من غير طريق، مش لحتى تاخد مواعيد، مش لحتى تروح وتقدم أوراق مهمة، إلا 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 ولابد إنه مطلوب منك اليوم وما في مجال يتأجل هالموضوع. صحصح، كون واعي، كون متفائل، خد نفس عميق وقول انه اليوم رح يمشي الحال. هيك بتقدروا، لكن بقدر المستطاع اذا بتقدروا تأجلوا الموعد او ما تاخدوا قرار بيكون كتير منيح، بدكم تنطروا ليوصل القمر لبرجكم. الاكثر تعبا هي مواليد 6 و7 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم انه بانتظاره سنه تتغير فيها المعادلات، تنقلب الادوار لصالحك. اليوم نهار لمولود اليوم سنة بعتبرها سنة مكافئة، سنة فيها تغييرات، سنة فيها تقدم، سنة فيها حب، فيها رومانسيات ومفاجآت عاطفية وعائلية حلوة. أكتوبر نوفمبر ديسمبر شباط فبراير وحزيران يونيو هني أفضل الأشهر. بدي أتمنى لكم نهار كتير حلو. إلى اللقاء مع الأبراج باللغة الإنجليزية، رجاء دعم الفيديو باللغة الإنجليزية والأبراج الأسبوعية. ودعكم، باي باي.